هلو، كيف حالكم يا جماعه؟ شو اخباركم؟ انا اسامه جهاد ورجعت لكم بفيديو جديد. اهلا وسهلا فيكم يا اخوان بفيديو اليوم. انا كثير متحمس انه واخيرا حان الوقت انه ارجع فيه على اليوتيوب. راجع وان شاء الله راجعين نكتسح اليوتيوب كلياته مع بعض ايد بايد. طيب يا جماعه، شو هذا الفيديو اسامه؟ هذا الفيديو بس فاتحه خير علينا وعليكم، عشان بس انه احكي لكم انه اسامه از باك، اسامه رجع على اليوتيوب. راح احكي لكم بشكل سريع شو اللي كان صاير معي بالفتره الماضيه. صراحه كنت كثير مشغول بشغلتين، يعني كنت اشتغل شغلتين وكمان شغل الصبح، يعني ثلاث شغلات، وبرضه صار معي حادث من اقوى حوادث السير اللي بتصير معي للاسف. طلعت على البنكيت والسياره صار فيها كارثه ودنيا. راح احط لكم هون الصور، صور الحادث اللي صار معي. فهذا كان احد اسباب الاشياء اللي بتصير معي. والشغله الثانيه، تتذكروا قبل فتره نزلت لكم الفحص تبع التايكوندو الخمس دان؟ رجعت عدته مره ثانيه والحمد لله رب العالمين نجحت وصرت درجتي ماستر خمس دان بالتايكوندو. وشغله اخيره، اكلت سترايك على القناه. اكلت سترايك ايام زمان، يعني قبل اربع سنين ولا ثلاث سنين كنت مصور فيديو للجماهير وهي بتهتف قاعده هتافات على الكيان الصهيوني، واكلت سترايك تحريض على الكراهيه من وراهم. بس معلش يلا. المهم يا جماعه، اسامه از باك وان شاء الله راجعين ندمر الدنيا في اليوتيوب. فخليكم بالانتظار وبس شوفوا لي اسامه شو راح يعمل بالساحه، شوفوا اسامه شو راح يعمل باليوتيوب، لانه الفتره الماضيه لما كنت غايب صاير كثير شغلات باليوتيوب، فاجيت عشان احط حد للموضوع هذا. فاسامه رجع يا اخوان، اكتبوا لي تحت بالتعليقات حماسكم، متحمسين مش متحمسين. طب انا اصلا مش متوقع الفيديو هذا يجيب مشاهدات، يعني متوقع يجيب 100 200 300 مشاهده بالكثير يعني. بس يا جماعه، هذا كان فيديو تبعنا لليوم. ان شاء الله الفيديو الجاي يا بكره يا بعد بكره، الجدول راح يكون نار في القناة، فيديوهات ورا بعض ورا بعض ورا بعض. فبإذن الله تعالى هذا الفيديو زي ما حكيت لكم فاتحة خير. فشكرا كثير لكل شخص شاف الفيديو هذا، وشكرا لكل شخص لحد الآن بدعمني وبحبني. وطبعا بما إني قاعد بشكر، شكرا للناس اللي كانت تطمن علي على انستغرام وكانت تضلها تبعث لي إنه أسامة يلا ارجع على يوتيوب، عن جد أنتم ناس بتجننوا. شكرا كثير 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 لإلكم. بنشوفكم إن شاء الله بالفيديو الجديد أو أول فيديو راح نرجع فيه بقوة. يعطيكم ألف عافية يا إخوان، سلام.